السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتحضير كريم ممتاز جدا، يعمل على تفتيح البشرة، يعطيها نضارة عالية، يصفي البشرة كما أنه يرطبها وينعمها. وقبل ما نبدأ في تحضير هذه الوصفة والتعرف على المكونات، فضلا منكم حبيباتي أتمنى أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، وإذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم. سعدت بانضمامكم لعائلة وصفات لكم. لا تنسوا حبيباتي الاشتراك وذلك بالضغط على المربع الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل الوصفات فور نزولها. وصفة اليوم هي سهلة جدا جدا، بسيطة، مكوناتها متوفرة في كل بيت. أول مكون سوف نحتاج إليه هو الحليب المجفف، فهو مفتح للبشرة، كذلك يعمل على تنظيفها ويزيل الخلايا الميتة من الجلد، كما أنه يستخدم كمقشر طبيعي للبشرة. فالحليب المجفف هو أساس هذه الوصفة. سوف نقوم بمزجه مع بعض المكونات الأخرى. إذن هنا على بركة الله نأخذ ما يعادل ملعقة صغيرة من الحليب المجفف بهذا الشكل، هكذا ما يعادل ملعقة صغيرة. بعد ذلك سوف نضيف نفس المقدار من نشاء الذرة أو ما يسمى كذلك بالمايزينا، وملعقة أيضا من مطحون الأرز. يمكنكم أخذ حبيبات الأرز، تقومون بطحنها في البيت وتحتفظون به في علبة محكمة الإغلاق. بعد ذلك سوف نضيف أيضا مقدار ملعقة من الزبادي أو ما يسمى بالياغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة. ثم نبدأ في مزج وقلب هذه العناصر حتى نتحصل على كريمة متجانسة من هذه العناصر. فكما ترون كل هذه المكونات في هذه الخلطة تعلمون بمدى فوائدها على البشرة، تبيض، تصفي البشرة، تزيل البقع، تزيل كذلك الإسمرار الناتج عن أشعة الشمس، حروق البشرة أيضا، كما أنها ترطب البشرة، تزيل تجاعيد الخطوط الدقيقة مهما كانت. هذه الوصفة يمكنكم مداومتها يوميا إلى أن تحصلوا على نتائج جد جيدة، فأنا جد متأكدة أنها سوف تلاحظون نتائجها منذ أول استعمال. أما إذا استمريتم عليها لمدة أسبوع فسوف يكون الفرق شاسع جدا، نضارة، بياض، كذلك تعطي حيوية، تزيل، والأهم من هذا أنها سوف تزيل شحوب البشرة منذ أول استعمال. هنا بعدما حصلنا على خلطة كريمة بهذا الشكل، نقوم بغسل بشرة الوجه بالماء الدافئ والصابون لإزالة كل الأوساخ. بعدها نطبقها على كامل بشرة الوجه والرقبة كذلك، كما قلت نفردها على كامل بشرة الوجه، الرقبة كذلك، كما يمكنكم استعمالها لليدين، القدمين، جميع المناطق التي بها اسمرار. هي وصفة فعالة جدا. بعد مرور نصف ساعة أو 20 دقيقة نقوم بشطفها بالماء الفاتر ثم الماء البارد. إذا حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. إذا قمتم حبيباتي بتجربة هذه الوصفة لا تنسوا أن تشاركوا معنا تجربتكم عنها في صندوق التعليقات، وإذا كانت لديكم أي أسئلة أو طلب فلا تترددوا، اكتبوا لي في صندوق التعليقات إن شاء الله سوف ألبي طلبكم. أما إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم معنا في قناة وصفات لكم. يسعدني انضمامكم إلى قناة وصفات لكم وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل الوصفات فور نزولها. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة من طلبكم، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.